قصر تمنطيط الذي يقع في قلب إقليم تواد يتميز بالهندسة المعمارية الصحراوية، كما يعتبر من أبرز الحواضر العريقة التي عرفت منطقة القبائل وشمال إفريقيا خلال القرون الماضية، والذي يظل من الشواهد التراثية التي تستدعي الحماية. سمي القصر بتمنطيط، وهي كلمة مركبة من اسمين أمازيغيين وهما تما وتعني حاجب، وتيط وتعني العين. وقد شكل المزيج من القبائل التي حلت بالمنطقة واستقرت بها كمجتمع جديد ممثل في مجتمع تمنطيط بنسيج عمراني متناسق في البنيان، حيث عمدت كل قبيلة لإنشاء قصبة خاصة بها، مؤسسين بذلك نظاما اجتماعيا يسير حياتهم اليومية داخل هذا الفضاء الحضاري المشترك. ويضم قصر تمنطيط عدة معالم تتقاسم فيما بينها الطابع العمراني التقليدي المشترك فيما يتعلق بالمواد الأولية المحلية المستعملة في بناء البيوت والشكل الهندسي المتبع في هذا الجانب، وطبيعة الممرات والمسالك التي تربط بين قصبات القصر، وهي المكونات التي تشكل أهم معالمه التي منحت ميزته الحضارية بوسط وشمال الصحراء الإفريقية. تتمثل هذه المعالم في عدة قصبات، هي قصبة أولاد همالي وقصبة تايلوت وقصبة تهكا وقصبة توباغي، إلى جانب قصبة أولاد محمد وضريح سيبا يوسف محمد ومخزن الشيخ المغيلي ومسجد العصموني، وهي كلها ما زالت شواهدها قائمة تقاوم عوامل الزمن والطبيعة الصحراوية القاسية. وعلى الرغم من أن سكان المنطقة لم يكونوا على دراية بتقنيات فنون العمران والهندسة، إلا أنهم تمكنوا من الإبداع العمراني بشكل عفوي وتلقائي، معتمدين في ذلك على استغلال ما توفر لديهم من مواد محلية ومستعينين بمهارات الوافدين للمنطقة من حرفيين وبنائين الذين أضفوا على القصر حسهم الجمالي وأبرزوا انتماءاتهم الاجتماعية والثقافية والدينية في البنايات، فشكلوا بهذا نمطا معماريا فريدا ومتميزا. يمثل قصر تمنطيط معالم نمط تجمع سكاني ريفي عريق بالمنطقة في القصبات المشار إليها، والتي يحيط بها خندق يطلق عليه محليا حفير، ويستعمل للحماية وعرقلة أي هجوم أو اعتداء قد تتعرض له القصبة من طرف الغرباء، إلى جانب بئر ارتوازية داخل كل قصر لضمان التزود بمياه الشرب حتى في ظروف الحروب والحصار، إضافة إلى مدخل رئيسي به باب متين مصنوع من الخشب يغلق بقفل من صنع محلي يسمى أفكر. وقد شيدت قصبات القصر فوق مرتفعات صخرية لتأمينها من مختلف عوامل الطبيعة، خاصة مياه الأمطار ورطوبة الأرض النابعة من واحات البساتين المحيطة بها، إلى جانب تسهيل عملية المراقبة لأي تحرك غير عادي بمحيط قصبة القصر من مختلف الجهات حسب ما أوضح مختصون في العمران القديم. كما أن للجانب الاجتماعي والثقافي والديني أثرا في تصميم وبناء المنازل والمساجد ومختلف المعالم العمرانية، مما أعطى لقصر تمنطيط طابعه الخاص والمتميز، حيث يقابل الزائر عند دخوله لإحدى بيوت قصبات القصر صالة الضيوف، والتي تتسم عادة بالاتساع مقارنة مع الغرف الأخرى للمنزل، في حين يتوسط البيت فضاء معد لجلوس أفراد العائلة تحيط به غرفتان أو ثلاث حسب الحاجة. وتكتسي أسطح تلك المباني أهمية كبيرة، خاصة في فصل الصيف والحرارة المرتفعة التي تميز مناخ هذه المنطقة الصحراوية، إذ يعد ضروريا لاستعماله للمبيت ليلا من طرف العائلة للتمتع ببرودة الليل ونسمات الفجر، في حين يتم تعويض استعمال السطح في بعض المنازل بفضاء أرضي ينجز بجوار المنزل يسمى الحوش، خاصة في المنازل الواقعة بأطراف القصر. ويعتبر منذ القدم محطة استقطاب ونقطة عبور للقوافل التي كانت تعبر الصحراء في مختلف الاتجاهات إبان حقاب تاريخية غابرة،
كما تشهد في فصل الشتاء من شهر ديسمبر إلى مارس توافد السياح الجزائريين والأجانب بأكثر من 1500 سائح، غير أن المشكلة الذي يعاني منه سكان المنطقة هو ترميم القصور بمادة الإسمنت عوض مواد البناء المحلية المتمثلة في الطين والتي تتلائم مع الطبيعة.